السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاصم فوزي من شركة تيسير وحييكم. النهاردة معدنا مع عرض جديد من عروض شركة التيسير، لابتوب ب 2500 جنيه فقط، جيل سادس، هارد 256 SSD، رامات 8، كارت AMD فاير برو 2 جيجا DDR5، بيشغل بيس 21، جهاز مصفح ضد الصدمات، ارخص لابتوب هتلاقيه في الشرق الاوسط من الجيل السادس، بهارد SSD ورامات 8، وكمان في كارتين فيجا وشاشه 14 فول HD، 4 USB 3، HDMI، ميموري ريدر، وايرلس، بلوتوث، حالات ممتازه بس بدون بطاريه. للناس اللي شغلها مكتبي اكتر، او للناس اللي فاتحه شركات وعايزه اجهزه للموظفين تكون ثابته على المكاتب بنص ثمن جهاز لابتوب، بدل ما تجمع بي سي هتقتني لابتوب ب 2500 جنيه فقط. 2500 جنيه فقط لابتوب باناسونيك ضد الصدمات، كور اي 5 من الجيل السادس، هارد من 56 اس اس دي ورامات 8، شاشه 14 فول اتش دي، كارتين، كارت انتل مع كارت اي ام دي فاير برو ام 500، 2 جيجا فعلي بيرفع لغايه 8 جيجا وبيشغل كل برامج جرافيك والالعاب. المزيد من التفاصيل اتصل بينا على الموبايل او على الواتس او تابع موقعنا او شرفنا في شركة التيسير، فيصل محطة حسن محمد، 6 شارع علي عفت، وبنشحن لأي مكان داخل جمهورية مصر العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.